السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان. هذه الفرصه ديال غدا، 5 ديال الفافوري تاع الفرصه تاع غدا، هما هادو 3 و16 و7 و2 و11. 7 عطانينا هداك 100%، تقريبا نعاود لك يعطينا 100%، كيجي ليه بزاف، كيجي ليه هاز 7 3 زاد ليهم الطواقر. هاد الوحدة كيبان لي انا زوين، هاد الوحدة يكون غطا غطا الكورسة معقدها، لا الكورسة تاع اليوم مخربقاني تعاود تاني. المهم هذا اليوم تاهو ما دار معنا والو، ما جابوش، كان حاط 6 تسعود ما جاب حتى واحد فيهم. المهم غطا عطانا 11 و16، هذا عطانا 3 و13، هذا عطانا 3 و11، عطانا 9 طونجي، هذا عطينا 9 و4، هذا اون بلاصي 6 و12. إذا كان بيجي شي طوكار خايب دوك الكحلين قاع، هو 8 و15، هاد 8 و15 تا واحد ما لعبو. إذا بيجي شي طوكار خايب كيجيبو هذا، كيجيب واحد من هاي، وهادو هادو راه يجي واحد فيهم، ما يمكنش يجيو بجوج، يا 3 يا 4. المشكلة هو 3 رابح و4 رابح، هما ما غاديش يجيو بجوج، يجي واحد فيهم. ودا انا كنت شاط حيت اصلا الكورسة صعيبة، الا كانوا بيجيبو شي طواكر واعرين غيجي فيهم، اما يجي فيهم هما حتى شي واحد ويجيبو لك 8 ولا 15 ويجيبو معاه 6 ولا 12. المهم وهذا واحد فيهم، 10 ولا 13، وهادو تا هما شي واحد فيهم ولا جوج. هاد 8 8 راه هذا قلتلكم تيعطي الطواقل الواعرين، وهذا تا هو كيعطيهم الاوتومات، كيجيب وديما بزاف كيجيب واحد، الاوتومات كيجيب جوج، وحاط 12 8 و14. المهم ما عادش فينا هو في والله، انا بالي 12 باش نقلب، باش نقلب عند هاد السيد هذا، هذا اللي قلتلكم تلعبو ليه، راه شتو اليوم جابانيش كاملة، لا تفرش الفيديو راه شافو جايبه. المهم غطات شي عطينا، عطينا 7 و3 و2 و11 و4 و10 و1 و12 و16 و13 و15، 5 نمبارتو ما لعباش غطا. وكاين هذا، هذا تاهو تحت 10 10 الخيل، حط لينا 7 11 4 16 3 2 10 6 13 1. دابا المشكلة فاش كنشوف انا الطواقي اللي كاينين هنا، 3 ولا 13 بجوج هم لاعبين، هم هاد 3 و13، هاد 3 و13، 9 و4 لاعبين، 4 4 4. المشكلة هو في هذا، دابا هذا قاليك غون بلاصي، دخل هاد 6 ولا 12 دخلهم في اللعب. المشكلة في كاينة هو هنا، هذا حاط لينا 12، هذا كيلك هذا كيجيبها تقريبا تيكون عند اللعب، هذا حاط لينا 12 وقاتل 6، وهذا تاهو تقريبا كيكون عند اللعب قاتل 12 وحاط لينا 6، شتي هذا حاط واحد وهذا حاط واحد. 3 و4 عاوتاني عندهم بجوج، ها 3 و4 3 و4، 10 و13 تا هما عندهم بجوج، ولكن هنا واحد فيهم هو اللي عندو 12، هو هدا ما عندو لا 8 ولا 14، لا 8 ولا 14 ولا 12، هنا كاين 12، يعني 12 في الشك. ولكن انا حطيتو لكم هو هاد 6، 7 قلنا غيكون تقريبا يقدر يكون 100%، كما العادة هادو تقريبا كيجي فيهم واحد واحد، تقدر تكون الكانتيير فينا، غيجي الواحد يموت 14 و11 و16 واحد فيهم، 3 ولا 11 واحد فيهم، 7 ولا 4 راه بعض المرات كاين اللي كيجو فيهم جوج، و 9 و13 هادو دون لي جيم لي هادو، راه يقدر يجي واحد فيهم بالجيم لي هاد جوج. المهم انا اللعب اللي بان ليا هما هادو، هما حطيتهم هنا 7 13 1 12 8 2 11 3 4.
هادو كاملهم تقريبا زوينين، ولكن جيت لهنا وانا حتى هادو 7 3 10 1 اكس 6 12 11 عاوتاني 3 7 و13 و4 و1. هنا شنو درت؟ هنا درت بحال دابا 7 قلت ما يخسرش، 3 ولا 13 درت 7 3 ودرت 13، يا اما 7 3 يا اما 7 13، و الى جا 10 ها هو ما يجيش مع 13، يعني درت 10 هنا ودرت 13 هنا. دابا في الوسط فين باش بديتو 7 13، يعني ما يكونش مع 10 درتو هنا. 3 و 4 كيما قلت لكم واحد فيهم ما يجيش بجوج، 3 راه خرج ليا في الاول، يعني 4 درتها هنا. هاد الواحد ولا 14 هما واحد فيهم، فاش نقلب تلقى الواحد اللي ملعوب ها هو حطيتو هنا واحد واحد. والمشكلة هو كاين هاد 11 ولا 16 واحد فيهم، وهادو هم بلاص هي 6 يا 12. المهم هادشي انا ما تنفرض عليكم باش تلعبو راه فيه الربحة ولا شي حاجة، انا كنوريكم هذاك الشيء اللي فهمت، وكل واحد مسؤول على راسه. انا جاب الله لعب شي حاجه وما جاتش، المهم هو مسؤول على راسه، ماشي يقول هذا خرج عليا ولا شي حاجه. انا غير المهم كنوريكم هذا الشيء، واللي جاب الله بيلعب وما عرفش شنو بيلعب وعجبو هذا الشيء، شي وحده فيهم يهزها ما عجبوش هذاك الشيء ما يلعبوش. المهم انا كنوريكم هذاك الشيء، وراه شفتو اللعب اللي كنحط لكم ميدلي، شفتوا اللعبية اللي كنحط لكم في الفيديوهات اللي فاتوا كاملين، شحال من خطرة كنزيد عليكم مرة نيت راه حطيتها ماشي ما حطيتهاش، وبعض المرات كنزيدها برقم ولا بجوج ارقام، وعاوتاني باش عاوتاني مزيانة هو كنحط لكم في 5، كنحط لكم 5 العيودة ماشي كنحط لكم 8 ولا شي حاجة، شي حاجة اللي ما تقدرش تلعبها، يعني 5